المتونة أمام لجنة الانضباط. قمنا كما هو معلوم بعمل جبار في الأيام الأخيرة باش نحضروا الرابور كومبلي كما يقول اللي قدمناه للجنة المنازعات للجنة الانضباط عفوا، وكان يعني بحضور محامي الفريق وبحضور أعضاء من الإدارة اللي كانوا حاضرين وكانوا كشهود، اللي قدموا الصور وقدموا الفيديوهات. البارح يعني تفاجأنا وكانت نزل علينا الخبر كالصاعقة في الحقيقة، يعني ما كناش ننتظر مثل هذه العقوبات، لأننا لم نكن يعني طرف منظم في هذه المقابلة. العقوبات هذه هي مجحفة في حقنا، مجحفة كثير كثير، وما نستهلوش مثل هذه العقوبات، مجحفة في حق النادي، في حق أنصاره، دافعوا لحقوق النادي بالطرق القانونية المشروعة، ونذهب إلى أقصى حد باش نرجعوا حقوق النادي وتتنح علينا هذه العقوبات الظالمة. أفحوا أنه كاين تدرج من اليوم، القرار هذا راهو صدر وسيبون خلاص، وني دوفون لو فيت اكومبلي، مي كاينه حاجه مادام رايحين نسجلوا طعن، إذا سوفي تسجل الطعن سيبون خلاص، تسمى القرار هذا ما نجمش نهضروا عليه، حنا نستناو في النتيجه من الجهه الوصيه والله الجهه اللي خوذها القانون اننا نطعنوا عندها. هذه كنقطه اولى. نقطه ثانيه، إيه حنا واش كنا نقولوا؟ لا ننادي ولا نناور، حنا نناديو بشيء واحد وواحد هو تطبيق القانون.